من أحسن وأبلغ ما قرأت في وصف وباء كورونا، من وجهة نظري على أقل تقدير، قول الشاعر: جعلت سلاطين الورى في المحاجر، ولو لم يطيعوا سقتهم للمقابر، وكل عزيز كان قبل معظما، غدا حين وافيت الورى جد صاغري، تسورت سور الصين لست مباليا، بما الصين تحوي من عظيم العساكر، وجئت بلاد الفرس وهي منيعة، فلم يجد ما قد جمعت من بواتر، وجبت أوروبا غربها وجنوبها، فدارت عليها دائرات الدوائر، تخيرت روما للمقابر، وإنها لمحبوبة روما إلى كل زائر، إليك تؤدي لا إليها شوارع، قديما تؤدي نحوها كل عابر، فهذه أوروبا قد تهاوت جميعها، وإفريقيا تنجو بقدرة قادري، ودست أمريكا وهي تحسب نفسها رياحا، ولكن كنت مثل الأعاصر، فأخضعتها قصرا لحكمك عنوة، وقبلك لم تخضع لدوس الجبابر، وأنت على الأبصار تخفى فما ترى، فلست ترى إلا بلحظ البصائر، هم مكروا مكرا فأرسلت نحوهم، فرد عليهم مكرهم خير ماكر، إلهي قنا فيروس كورونا، إننا ضعاف وما نقوى لصد المخاطر، ففرج إلهي، فالمساجد عطلت، وعطل ذكر الله عند المشاعر، ولم يجد ترياق ولم يغن مرهم، وصارت قلوب الناس عند الحناجر، فذلك حال الناس ظاهر أمرهم، وأعظم ما يخفونه في السرائر، وصلى على الهادي الشفيع إلهنا صلاة توافينا بنيل البشائر.